انا كنت ناوي اتكلم كلمتين وبعدين اقول في الاخر كلمه كده، لكن اسمحوا لي ان انا فرصه وانا في وسط الكلام كده اقول اللي انا عايزه. لما بقول الفقره اللي فاتت ديت وبقول ان المراه كانت هي سبب كبير وسبب اصيل لحاله النجاح اللي احنا بنعيشها، انا ما كنتش مبالغ. وعايز افكركم في الاحداث اللي تمت خلال على الاقل العشر سنين اللي فاتوا، وقد ايه المراه كانت مسؤوله، ومش بس كده، وكانت محركة وصانعة للأحداث. ولما جينا حتى في برنامج الإصلاح الاقتصادي احنا قلنا محتاجين دعم المرأة المصرية، وبدعمها مررنا نجاح أو مررنا ظروف قاسية جدا جدا مرت على الوطن وعلى الشعب المصري كله بدعمها ومساندتها. وأنا لما بقول الكلام دوت بسجله لكم وبسجله هنا للتاريخ، ان لولا هذا الدعم يعني طبعا ما حدش يفهمني غلط، يعني الراجل موجود وبيقوم بدور وكل حاجه، ما انا راجل برضو يعني، لكن صحيح يعني، لكن المراه هي يعني، افتكروا يعني افتكروا بانصاف، افتكروا اي زوج يفتكر بانصاف زوجته بتعمل ايه، يفتكر كل ابن بانصاف والدته بتعمل ايه، يعني يفتكر كل ابن امه عملت ايه بانصاف. انا بقول ما بقولش من حياز حاجه ان هي اعطت كثيرا جدا يعني. فنيجي لموضوع الاصلاح الاقتصادي تحديدا، انا بتكلم لان ظروف قاسيه جدا مرت علينا في الوقت ده، لكن هي كان بدعمها احنا مررنا بيه والحمد لله. وانا عايز اقول لكم بفضل الله سبحانه وتعالى، ولولا هذا الموقف ولولا الاجراءات اللي اتعملت ديت، انا بقول لكم ان احنا خلال السنتين اللي فاتوا والازمه اللي احنا بنعيشها دلوقتي، الازمه العالميه اللي احنا بنعيشها دلوقتي، صدقوني لو ما كانش هذا البرنامج وفقنا فيه بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم ودعمكم، احنا كان هيبقى موقفنا صعب قوي 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 في اللي احنا بنعيشه دلوقتي. ودي كنتم متابعين، آمين يا رب. شكرا جزيلا. وأنا عايز أقول لك إيه، الناس ممكن تاخد قرارات كتير والمسؤولين ممكن ياخدوا قرارات كتير، لكن يبقى في النهاية إن توفيق ربنا سبحانه وتعالى ودعمه للقرار هو ده الأساس يعني. ما الناس مستعدة تاخد قرارات في الوقت، والناس عارفة الصح وممكن تجد إنها تعمله يعني، لكن لما ربنا يوفق وكمان الناس تساعد معانا، ما الناس ساعدت، هو النتيجة اللي أنا بتكلم فيها دي، إن الناس ساعدت. الناس اللي بتكلم هنا على الست البيت اللي هي مطلوب منها إنها تأكل وتشرب وتلبس وحاجات كتير قوي،
هي اللي ساعدت معايا او ساعدت مع الوطن ان شئت ان انتوا تسموه كده. وانا لما اسجل ده واقوله مش يعني، ما انا قلت لكم مره قبل كده ان انا واحد من الناس، يعني انا مش، ما تعتبرونيش مسؤول كبير ولا حاجه، بتكلم بجد، ما تعتبرونيش مسؤول كبير يعني. انا اصلي يعني